مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نعقده مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، طبعا على هامش الاجتماعات الجاريه في العاصمه الصينيه بكين في مبادره الحزام والطريق. معالي الوزير، بنرحب بك على شاشه اكسترا نيوز وشكرا جزيلا لهذا الوقت. اهلا بيك يا فندم، سعيد مع حضرتك. في البدايه حضرتك شاركت في اليوم الاول في جلسات مبادرة الحزام والطريق في جلسة عن التحول للاقتصاد الرقمي. نحب نعرف من حضرتك آخر الملامح العالمية وأيضا وضع مصر بالنسبة لما يجري عالميا. الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي، اليوم الأول شاركنا بكلمة في منتدى الاقتصاد الرقمي. مصر كان لها ترتيب متميز ولها مكانة يعني مشهود لها في هذا المجال. الدول كانت حريصة انها تسمع عن خطة مصر في مجال التحول الى الاقتصاد الرقمي. مصر زي ما حضرتك عارفة سوق كبير وتعداد ضخم، فبالتالي الدول الاخرى تتطلع لتجربة مصر نظرا لتعقيدها المتعلق بالاعداد وبواقعنا الاقتصادي والاجتماعي. الشركات ايضا العالمية كانت متطلعة ان تعرف خطة مصر للتحول الى الاقتصاد الرقمي، لان هذا يمثل بالنسبة للشركات فرصة ضخمة. ومن ثم الحقيقة كلمة مصر حظت باهتمام ملحوظ. ايضا استفدنا من الاستماع الى كلمات الدول الاخرى المتقدمة نحو لتجربتها في التحول الى الاقتصاد الرقمي. طبعا الصين في المقدمة ودول الاسيوية الاخرى، دول ايضا بعض الدول الاوروبية كانت حاضرة. ولذا كان الاجتماع الهدف منه تبادل الخبرات والرؤى حول تجارب الدول المختلفة للتحول الى الاقتصاد الرقمي. ما ابرز النقاط التي لفتت نظرك في تجارب الدول الاخرى فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي؟ الحقيقة الدول الاخرى بدأت بداية، الدول الموفقة يعني بدأت البداية التي نحاول ان نركز عليها في مصر، وهو بناء قاعدة عريضة من القدرات والخبرات المتخصصة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا هو الأساس لتحقيق مجتمع رقمي واقتصاد رقمي موفق. دول تبينت بقى في ما تستخدمه من تكنولوجيات وفي أولوياتها المختلفة، كل دولة حسب ظروفها وحسب واقعها وأولوياتها، ولكن المهم هو الرؤية الاستراتيجية دائما ترتكز على قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات المحلية، وهذا ما نحاول أن نبنيه في مصر. حضرتك بالفعل مهتم جدا بنقطة بناء القدرات، لاحظنا في الاجتماع الأخير الذي حضرنا جانبا منه مع شركة زد تي اي أنكم تتحدثون عن هذه النقطة تحديدا. ما الذي يعني كنتم تبحثونه مع الشركة في هذا المجال؟ طبعا الصين دولة يعني لها تجربة لابد أن ينظر إليها باحترام شديد في التقدم في التكنولوجي وبلوغ مرتبة عالية، إن لم تكن يعني شديدة التميز في كافة التخصصات الصناعية والاقتصادية ومن ضمنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واحدة من أهم أهداف هذه الزيارة أن نتباحث مع كبرى الشركات الصينية في كيفية جذب الشركات لإقامة استثمارات لها في مصر. أعني بالاستثمارات ليس فقط مصانع، لأنه ربما تكون التصنيع خارج الصين أمر متعذر اقتصاديا، ولكن الأهم من التصنيع هو مراكز البحث والتطوير ومراكز التدريب. يهمنا جدا أن تقيم الشركات الصينية الكبرى مراكز تدريب ومراكز بحث وتطوير لها في مصر، لكي تستفيد مصر وتستفيد يستفيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من التجربة الصينية في التصنيع وفي التصميم الإلكتروني وفي نظم المعلومات. طبعا يعني نريد أن نفهم هذه النقطة من الناحية الفنية، هل اعتمدنا أو يعني
انه وجود مراكز ابحاث صينيه في مصر بشكل مكثف سيستتبع ان تكون هناك صفقات او شراكات مع الجانب الصيني فقط يعني دون غيره من المدارس في التكنولوجيا اذا صح التعبير؟ لا، مصر منفتحه على كل المدارس ومصر منفتحه على كل الدول، ولا يمكن ابدا ان يكون السوق المصري حكرا على شركه او دوله، ولكن هذا الانفتاح على كل الدول وعلى كل المدارس الصناعيه والتكنولوجيه يستلزم ان نعقد مباحثات مع الصين ومع غيرها ايضا من الدول المتقدمه، ونستفيد من كل التجارب التي حققتها حققت من خلالها الدول المتقدمة قصص نجاح. فطبعا لا يمكن أن ننغلق على لن يلزمنا ذلك بأي حال إطلاق الأحوال إطلاقا لا أبدا لن يلزمنا أن نحتكر من قبل شركة أو دولة، ولكن التجربة الصينية تجربة ضخمة وثرية وهناك يعني نهضة صناعية يعني طريناها في كل مكان في البلد وفي كل أرجائها. الصين أصبحت مصنع العالم بالضبط يعني. ومن ثم لابد أن نحاول أن نستفيد من هذه التجربة ونحاول أن نستفيد من هذه الخبرات ومن هذه التكنولوجيات دون أن ننغلق عليها. هل تم الاتفاق على عدد معين من المهندسين أو حتى من العاملين المصريين للتدريب بشكل دوري في هذه المرحلة أم أنكم لسه يعني نحن في مرحلة الدراسة مع شركة ذات إيزي ما حضرتك تفضلتي التقينا بها في بداية يوم إن شاء الله نعقد سلسلة من اللقاءات مع شركات تزيد على 10 شركات لكي نبحث مع كل شركة متخصصة في مجال نبحث معها إمكانية وجودها في مصر ليس فقط وجود تجاري لبيع منتجاتها ولكن أن يقترن بيع منتجاتها وما تحققه من أرباح في مصر بتواجد استثماري من خلال مراكز بحث وتطوير من خلال مراكز تدريب من خلال نقل خبرات من خلال خلق وظائف في مصر. لنتحدث عن العشر لقاءات اللي حضرتك هتجريهم بإذن الله، عدد كبير من الشركات الصينية، كيف تتنوع هذه القطاعات في المجال الأكبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ الحقيقة أن الصين حققت نجاح في كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم حرصت على أنه الجدول يشمل شركات من كافة التخصصات. التقينا بشركة زد إي، واحدة من الشركات الكبرى العاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات. سألتقي بشركات في متخصصة في مجال الأمن السيبراني، في مجال التكنولوجيا المالية الفينتك، في مجال التدريب التكنولوجي، في مجال نظم المعلومات حول سلسلة الكتل، في مجال نظم المعلومات حول الذكاء الاصطناعي، في مجال نظم المعلومات حول البرامج المدمجة، في مجال نظم المعلومات المتعلقة بميكنة التصنيع وتطويره، في مجال التصميم الإلكتروني. كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها أحاول أن يشتمل عليها برنامج لقاءاتنا اليوم إن شاء الله. هل يمكن أن تبسط لنا هذه التعبيرات حتى يستطيع المشاهد العادي فهم يعني انعكاسات هذه التطبيقات إذا تحدثنا مثلا عن سلسلة الكتل أو التعبيرات الأخرى التي استخدمت؟ سلسلة الكتل هي تقنية ظهرت منذ سنوات قليلة، بلوك تشين. الحقيقة أن هذه التقنية ستحدث انقلابا واسعا في مجال المعاملات التجارية، وكل المؤسسات المصرفية الكبرى في العالم تعيد هيكلة نفسها وتعيد تطوير نفسها لكي تتواءم مع التحول الذي تحدثه تقنية سلسلة الكتل. فهي بالفعل تحول هائل في مجال التقنية المالية أو الفينتك، وكيف تتعامل الشركات مع بعضها البعض، وكيف يتعامل الأفراد حتى مع بعضهم البعض في المنظومة التجارية. فالحقيقة أنه الهدف من عقد لقاءات مع شركات متخصصة في هذا المجال هو جلب هذه التكنولوجيا إلى مصر وجلب هذه الخبرات إلى مصر وبناء قدرات حول تقنية سلسلة الكتل في مصر. اللي استوقفني الحقيقة شيء بسيط لكن
هو رائع في مجال الأمن، إنه وإحنا داخلين على المؤتمر استخدموا البايومتريكس أو الوظائف الحيوية أو الملامح الحيوية حتى إذا كان هذا هو التعبير الصحيح للتعرف على الوجوه. يعني ما فيش داعي إنه نظهر البطاقة الهوية أو أي شيء. كيف يمكن تطبيق هذه الأمور التي تبدو يعني سهلة؟ الحقيقة هو كان عرض موفق من الجانب الصيني، إنه بيستعرض قوته التكنولوجية في تقنية التعرف على الوجه والحق هذا بمنظومة الذكاء الصناعي للتعرف على الشخص بصورة مختلفة. فحتى لو سيادتك لاحظتي وظهر الصورة اللي التقطها حين دخول حضرتك والصورة الموجودة في قاعدة البيانات المتعلقة بالمؤتمر في أقل من ثانية. صحيح. وطبعا هذا يعني عرض واستعراض لقوة الصين التكنولوجية ومدى تقدمها. أيضا هناك شركات متخصصة في مجال في تقنية التعرف البيومتري، سألتقي بإحداها إن شاء الله اليوم أيضا لبحث كيفية جذب هذه الشركة للاستثمار في مصر والاستفادة من تكنولوجياتها. هل من السهل تطبيق هذه التكنولوجيا في مصر أم أنها تحتاج مثلا لاستثمارات ضخمة؟ التكنولوجيا لا تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة، لكن تحتاج إلى خبرات بشرية متخصصة. وده يرجعنا تاني لبناء القدرة. بالضبط. يعني الحلول التكنولوجية لا تستلزم في مجملها يعني مبالغ ضخمة بالقياس لتخصصات أخرى وصناعات أخرى، ولكن ما تستلزمه هو خبرات متخصصة ومتعمقة لبناء هذه النظم والمحافظة عليها، وإلا دائما سنكون معتمدين على جهات أخرى، وهذا طبعا ما نحاول أن نتجنبه. أحب أسأل حضرتك عن تقييمك للعلاقات المصرية الصينية في الفترة الأخيرة. هناك زخم كبير وأيضا يعني يمكننا أن نقول تقارب على المستوى الرئاسي وأيضا على المستوى القطاع الخاص والشركات. الحقيقة العلاقة بين مصر والصين علاقة متميزة حاليا وتشهد نمو متصاعدا، زي ما سيادتك شفتي الاستقبال الحافل الذي حظى به السيد رئيس الجمهورية حين قدومه، هذه الزيارة السادسة للسيد الرئيس كما ركز في خطابه، استقبال الرئيس الصيني لسيادة الرئيس وما ظهر من حفاوة خاصة به بين كل رؤساء الدول الموجودة، كل هذا الحقيقة يعكس ليس فقط قوة العلاقة ولكن أيضا أهمية مصر الاستراتيجية للصين، لأن الصين تعلم قوة مصر الاقتصادية وما يحمله السوق المصري من فرص وما تحمله فرص ما تحمله مصر من فرص اقتصادية للصين. ولذا الصين مهتمة جدا بهذه الزيارة من جانب السيد الرئيس والوفد المصاحب له، أيضا كل السادة الوزراء زملائي وأنا معد لنا برامج معدة بعناية شديدة من الجانب الصيني تشمل زيارات ولقاءات مهمة واستراتيجية. أنا شخصيا اجتمعت مع نظيري وزير الاتصالات الصيني، والحقيقة الاجتماع شهد الاتفاق على عدة محاور مهمة جدا للتعاون بيننا وبين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصيني. إن شاء الله الشهر تلك المحاور تحديدا أقول لحضرتك حالا، إن شاء الله الشهر القادم سنستقبل وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصينية لإنفاذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع نظيري الصيني قبل يوم. المحاور زي ما سيادتك تفضلتي بالسؤال هي المحاور الأساسية اليوم في قطاعنا. المحور الأول هو الذكاء الاصطناعي، محور الأمن السيبراني، محور تقنيات الاتصالات الحديثة وجيل الخامس وكيفية الاستفادة منها، محور تنمية القدرات البشرية والتدريب ومعاونة الجانب الصيني للجانب المصري في بناء قدرات والاستفادة من التكنولوجيات الصينية.
دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، واعلم انه جدول حضرتك مشحون وكل ثانيه فيه لقاءات، بنتمنى لكم كل التوفيق. انا اشكر، شكرا جزيلا يا فندم، متشكر جدا. مشاهدينا الكرام، نشكركم جزيلا على المتابعه، وسنبقى معكم في تغطيه لمجريات مبادره الحزام والطريق وايضا نشاط الوفد المصري على هامش هذه المبادره. الى اللقاء. النماذج هي لأحدث الأتوبيسات التي ستكون موجودة في الشارع المصري بعد أشهر قليلة، وتأتي ضمن الصفقات المتعددة التي أبرمها الجانب المصري مع الجانب الصيني هنا في بكين. نتابع المزيد في هذا التقرير. قمة مبادرة الحزام والطريق في بكين كانت فرصة رائعة لإتمام عدة اتفاقات بين الشركات الصينية والجانب المصري. القمة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى نجحت في إبرام اتفاقات متنوعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي والتجارة. الحافلات الكهربائية تأتي ضمن هذه الصفقات، ويحدثنا الدكتور أحمد درويش نائب رئيس شركة ماراثون للمشروعات عن هذا المشروع. الحقيقة هي أكبر أو أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، ده بالتعاون ما بين شركة فوتون الصينية، وهي حقيقة من أكبر الشركات في العالم، يمكن أكبرهم لإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية في العالم كله، في الصين وفي العالم كله، وهي الصين على فكرة أكبر مصنع للأوتوبيسات الكهربائية في العالم كله. الشراكة ما بين المصنع متين الحربي بيمثل هيئة الإنتاج الحربي ووزارة الإنتاج الحربي وشركة فوتون وشركة أيمات أو ماراثون للاستشارات الهندسية. المصنع هيبقى موجود في مصنع متين زي ما قلت، هينتج حوالي 2000 عربية في السنة. شرفت بحضور كلمة الرئيس المصري في المؤتمر، ولقد طلب من المستثمرين الدخول في قطاع الطاقة النظيفة، ولقد بدأنا بالفعل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وسنطلق الحافلات الكهربائية السيتي باس، وأنا واثق أنه سيوفر خدمة جيدة وسيسهم في تقليل تلوث الهواء.
ولدينا المنتجات المناسبة لتحسين خدمة النقل الجماعي في مصر. ويبدو أن الشهية الصينية منفتحة على السوق المصري، حيث ننتظر إطلاق مصنع للزجاج وألواح الطاقة الشمسية. إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الزجاج. صناعة الإزاز بكل أنواعه، سواء للسيارات، سواء للمنشآت، سواء لمتخصص في الخلايا الشمسية، وده أكبر مصنع في العالم في الإزاز. طبعا هو عارف إن في مادة الخام للمال البيضاء والملح موجودين في مصر، وهو كان بيعمل في منطقة تكون قريبة من الموانئ اللي يسمح له بالتصدير. كان حدد فعلا ميعاد نزوله مصر الأسبوع اللي جاي، ومعاه مجموعة من الفنيين لبدء إجراءات إنشاء مصنع، وحدد حتى رقم الاستثمار اللي هيدخله في المصنع ده حوالي 500 مليون دولار. ودي من المصانع اللي هي كثيفة العمالة، هيوصل عنده حوالي 2000 عامل. التعاون بين مصر والصين لن يقف عند هذا الحد، بل يسعى الطرفان لتعميق العلاقات أكثر وأكثر. وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين لتعزيز العلاقات ما بين البلدين في العديد من المجالات، وللتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي باتت القاهرة تمثلها لبكين كقوة إقليمية مؤثرة. دينا سالم، إكسترا نيوز، بكين. الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات. هو متواجد حاليا في بكين ضمن الاجتماعات في إطار مبادرة الحزام والطريق. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس عادل. وطبعا أنتم وقعتم عدة اتفاقيات مع الجانب الصيني، تقريبا 3 اتفاقيات، نحب نعرف من حضرتك تفاصيلهم. الحقيقة احنا هنا موجودين على هامش الزيارة الرئاسية، بنثمن التوجهات الرئاسية ومبادرات مصر في هذا الإطار، وبنبتدي شراكات طويلة المدى مع عدد من الشركات الصينية في مجالات عدة. يمكن أول اتفاقية احنا مضيناها هي اتفاقية لعبور الكوابل البحرية من داخل الأرض المصرية، وده امتداد للكوابل الكتير اللي احنا عندنا في مصر بنجذبها لعبور في مصر في اطار استراتيجية شركة مصرية اتصالات كديجيتال كوريدور. الحقيقة احنا كنا انتهجنا استراتيجية من وقت طويل في ان احنا نخلي مصر المعبر الامن لحركة الانترنت وحركة تبادل المعلومات في العالم، ونجحنا في كده ان احنا عندنا حوالي 13 كابل بحري. الكوابل البحريه ديت نتيجه لموقع مصر المتميز وقدرتنا على جذب الاستثمارات بتربط اسيا باوروبا. والنهارده احنا وقعنا الكابل البحري بيس، اتفاقيه عبور وشراكه مع الكابل البحري بيس. ده كابل من باكستان من الصين ارضيا الى باكستان، ثم كابل بحري من باكستان حتى مصر مرورا بالارض المصريه الى اوروبا في البيلاند في فرنسا. وعلى هامش الاتفاقيه دي وقعنا خطاب تفاهم مع شركه احدى الشركات الصينيه لزياده حجم الحركه العابره من مصر، واحنا وبنتعاون معاهم كمان في ان هم يبقوا استثمارات في مصر في مجال كوابل الالياف الضوئيه، وكاحد مزودي الشركه المصريه للاتصالات بالكوابل الالياف الضوئيه. والنهارده كمان وقعنا اتفاقيه ثالثه كانت مع شركه هواوي، التعاون في مجال الاجيال المتطوره من تكنولوجيا المحمول اللي تبتدي تنقل شبكه مصريه للاتصالات الى افاق تكنولوجيا اكبر وتقدم خدمات احسن للمستخدمين في مصر، ويمكن ده بكوره التجارب الخاصه بخدمات الاجيال المتطوره للمحمول. بس الحقيقه مش في بكين بس، احنا عندنا جولة كبيرة ورحلة كبيرة. احنا بدأنا في مدينة تشينجدو وتعاوننا مع الجانب الصيني احد شركات المحمول اللي في الصين في مجال كاباسيتي بيلدينج وبناء القدرات ونقل المعرفة، وجينا هنا بكين النهاردة بمدة 3 اتفاقيات، وبعد كده هنتوجه لشنزن، دي احد المدن الصناعية في الصين، علشان نمضي اتفاقيات مع هواوي في مجال
الخدمات التراسل والبنية التحتية في إضافة خدمات جديدة لنا من هواوي تقدمها كتكنولوجيا متطورة أخرى، وهنمضي اتفاقية أخرى لشراء بعض الكوابل الألياف الضوئية من أحد الشركات الصينية. فإحنا يمكن عندنا رحلة طويلة إن شاء الله، بداية لاستثمار توجهات مصر في التعاون مع أكثر من دولة مؤثرة في المنطقة ومن أهمها الصين. ده شيء رائع. خلينا نعرف من حضرتك قيمة هذه الاستثمارات بشكل تقريبي. يعني احنا عندنا الكابل البحري بيس قيمة الاستثمارات والقيمة الإجمالية للعقد حوالي 45 مليون دولار على مدار مدة العقد. عندنا التعاون مع الجانب في مجال التكنولوجيا الأجيال المتطورة، دي اتفاقية نقل معرفة ونقل تكنولوجيا بتعود على المستخدم النهائي، وتشيز ده فاليو بالنسبة لنا كمان أكبر بكتير قوي من الفلوس. يعني إن احنا إيه اللي هيعود على المستهلك النهائي؟ دايما احنا بندور على في الاستراتيجية بتاعتنا في شركة مصرية للاتصالات، احنا بنفكر في أربع محاور. المحور المهم هو أهم المحاور فيهم هو العميل، وإزاي إن أنا أقدم له المحور التاني من اهتمامنا وهي الخدمة. فالمحورين دول تحسين الخدمة للعميل، ده المحور اللي احنا بنشتغل عليه في تحسين رضا العميل. التكنولوجيا المتطورة مش بس بتقدم سرعات أكبر، مش بس بتقدم وسائل أكتر للعميل إن هو يستعملها، لكن هي الحقيقة إن هي بتقدم للعميل المستقبل. لأن المستقبل اللي جاي مش إن أنا بتكلم، مش إن أنا بنقل بيانات، المستقبل اللي جاي إن احنا نتحول للديجيتال سوسايتي، ان احنا نخلي مجتمع رقمي. بناء المجتمع الرقمي بيبدا بالتكنولوجيا، وبيبدا بالتوسع في الشبكات، وبيبدا بالالتفاف حوالين العميل. يمكن احنا استراتيجيه الشركه مصريه للاتصالات ان احنا عندنا توسع كبير جدا، بنحط سلوجن كده هو مهم بالنسبه لنا، فايبر ايفري كورنر. عاوزين نروح بالفايبر بتاعنا لكل مكان، عايزين نوصل بالشبكات بتاعتنا للحد الافضل والاحسن اللي نقدر نتيح ليه العميل، مش بس خدمات الصوت والبيانات، لا احنا بنتيح له خدمات الرقميه. وده يمكن لو العالم كله متابع ان مصر بتبني نفسها في كل المجالات، ومصر عندها مجال مهم جدا بتبني نفسها فيه وهو المجال الاي سي تي. عشان كده احنا يعني المبادرات الرئاسيه كثيره في المجال ده الحقيقه، ومن اهمها كانت التحول الرقمي والتطور الرقمي، وبدانا بمحافظه بورسعيد كمشروع استرشادي. كل المناطق الحكوميه والمؤسسات الحكوميه تربطت بشبكه الياف ضوئيه، وعندنا مش بس هنربط، يعني البدايه هي ان احنا يبقى عندنا شبكه، دايما هيبقى عندنا طريق، بس الاهم من كده هيبقى عندنا خدمات على الطريق دوت. فالمبادره مش بس ربط، لا ده في خدمات مضافه، نبدا بالتامين الصحي وخدمه التامين الصحي كتوجهات الحكوميه في رفع مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وتحويلها لخدمات رقميه. طيب ده ممتاز. خليني اعرف من حضرتك وصلنا لحد فين في توصيل الكابلات الضوئيه، لانه المشروع قائم وما زالت امامه بعض المراحل. تمام. يعني مشروع التحول الرقمي في مصر مبني على شقين، شق الحكومي او الشق اللي اقدر اقول عليه النون كونسيومر تراك، ودوت بدأنا فيه زي ما احنا قلنا بمحافظة بورسعيد، وفي خمس محافظات أخرى هتبقى في المرحلة الثانية. والشق اللي بيعتمد للمستهلك بقى النهائي، احنا عندنا مصرية اتصالات بتقدم خدماتها للمستهلك النهائي ولكافة المشغلين في مصر من خلال شبكة ألياف ضوئية متسعة وكبيرة جدا. فعندنا 75% من الشبكة بتاعتنا من خلال ألياف ضوئية، فبدلنا النحاس فبقت 75% من الشبكة بتاعتنا مبنية على ألياف ضوئية. عندنا المبادرة اللي توصلنا ل 85% في خلال النصف الأول من عام 2019، وإن احنا في نهاية النصف الأول من 2020 يكون عندنا 95% من الشبكة بتاعتنا ألياف ضوئية.
ومش بس 95% الياف ضوئيه، لا احنا كمان مبادره جواها ان احنا نوصل بفايبر تو ذا هوم، ده اللي هو الالياف الضوئيه حتى المنزل، ويعني معناها ان احنا بنقرب من العميل بتاعنا اكتر، وبنخلي العميل بتاعنا بيحصل على الخدمه الافضل على الوسط الافضل لنقل الخدمه دي. دي اخبار رائعه جدا، لانه زي ما حضرتك اتكلمت كل الناس بتعتمد الان على المعلوماتيه، ويعني في اتجاه طبعا في كل المستويات للرقمنه. نحب نعرف من حضرتك ايضا، بما انك فتحت موضوع المدن الذكيه وبورسعيد، ايه الجديد في مشروع التابلت؟ دي يعني احد التحديات اللي احنا واجهناها في الفترة اللي فاتت، والحمد لله بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نجحنا ان احنا نتخطاها. احنا قدمنا 600,000، ما يزيد عن 600,000 شريحة عشان تستخدم على التابلت الخاص بالطلاب الصف الاول السنة. نجحنا في توزيع 600,000 شريحة في 4 ايام، وده كان تحدي كبير الحمد لله مصر اتصالات قادرة عليه، وحركة 9,000 موظف قدروا ان هم يتحركوا في الجمهورية كلها، وان هم يوصلوا للطالب في مدرسته، ما نستناش ان هو يوصل لنا، احنا وصلنا له في مدرسته، وكان مشروع كبير ونجحنا فيه الحمد لله. المرحلة التانية او المرحلة الاهم ان احنا كمان الفايبر للمدارس، احنا موصلين فايبر ل 2500 مدرسة، واحنا دلوقتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي بتوصل أجهزة داخل المدارس، احنا بننتهي من ربط الفايبر على الأجهزة لكل المدارس، بحيث ان زي ما معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير التربية والتعليم أشاروا ان الامتحان اللي جاي هيبقى من خلال المدارس على التابلت الخاص بالطالب، اذا كان من خلال الشريحه بتاعته المصرية للاتصالات وفرتها له، او من خلال شبكه المدرسه اللي المصرية للاتصالات ربطتها له، فاحنا عندنا الوسائل كلها متاحه. نجاح التجربه ان شاء الله هيكون يعني ظاهر، والتعاون ما بين الاجهزه المختلفه علشان التجربه تنجح، لاني انا شايف ان التجربه دي تجربه مهمه للطالب المصري، وان دي وان كانت في بداياتها، دايما كل التجارب في بداياتها بتبقى فيها كثير من الغموض، لكن يمكن التجربه دي واضحه وتجربه لها بعد اجتماعي والحقيقه بعد فني كمان. ربط التكنولوجيا بالطالب ده مهم، وجود تابلت في ايد الطالب ده مهم، يمكن اهم حتى من الامتحان يكون على التابلت. وجود التابلت في ايد الطالب في اولى ثانوي وتوجهات وزاره التربيه والتعليم تبدا كمان قبل كده، ده بينقل الثقافه بتاعت التعليم في مصر نقله لفوق، وده بيساعد كمان في الاي سي تي سيكتور. يعني يمكن احنا في قطاع الاتصالات محتاجين الثقافه ديت، فاحنا يعني شايفين ان احنا لازم ننجح التجربه ديت، وان التجربه ديت لازم تكون لها كثير من الاهتمام، ودوت موجود. احنا الشركه بتهتم جدا بالتجربه ديت، والحقيقه ان مش بس بنهتم بالتجربه دي على المستوى الحكومي، لا احنا كمان بنهتم بتجارب تانيه. يمكن قريبا هنعلن عن شراكه مع احد الوزارات في على مستوى واسع جدا لتقديم خدمات الدعم للشعب المصري، فقريبا جدا هنعلن عنها، ويمكن نشوف نقدر نحط السبق دوت عند مين، بس اكيد هيبقى معاك عند اكسترا نيوز. اكيد اكيد هيبقى معاك. ميرسي لحضرتك. خليني اتكلم مع حضرتك عن فتره توليك لمنصبك الحالي، تقريبا 3 شهور مروا ولا اكتر شويه؟ لا الحقيقه ان هم فعلا 3 شهور مروا، يعني اتصور ان في خلال ال3 شهور دول كان في بالتعاون مع زملائي يعني في الشركه كان في كثير من النجاحات الحمد لله. خلينا نعرف من حضرتك ايه اهم النجاحات من وجهه نظرك، والاستراتيجيه للمستقبل كيف يعني ستتغير؟ نتكلم في النجاحات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. احنا برضو في الشركة عمل مؤسسي، وشركة مصرية اتصالات شركة كبيرة
دايما احنا بنقول عليها ان هي إليفانت كومباني، اللي هي يوم ما بتتحرك بتهز البلد. احنا كان عندنا تحدي كبير جدا، والحمد لله نجحنا ان احنا ناخد النصيب الاكبر من ارباحنا المحتجزه في فودافون. ويمكن في شهر فبراير اللي فات احنا اعلنا عن توقيع اتفاقيه مع فودافون في محورين مهمين جدا، الحقيقه ان هم ثلاث محاور كمان. محور الارباح المحتجزه، واحنا خدنا 5.5 مليار جنيه، ده ساعدنا في مشروعاتنا اللي احنا بنخطط لها، اللي هي مشروعات البنية التحتية للبلد ومشروعات خدمات التكنولوجيا المتطورة للمواطن وللعميل بتاعنا. وساعدنا كمان في ان احنا بالنسبة للموظف بتاعنا ان احنا يكون عندنا افكار وخطط للموظف الموجود. احنا شركة من الشركات ذات العمالة الكثيفة، اللي احنا بنفخر بان العمالة دي تكون موجودة عندنا، فاحنا نقدر ان احنا نقدم لهم الفكر اللي ممكن يساعدهم ويساعد الشركة. مضينا مع فودافون في شهر فبراير اللي فات اتفاقية 10 سنين تقديم خدمات الربط بين المواقعها، ومضينا معاهم اتفاقية لربط مواقع الاتاحة خاصة شبكات المحمول بتاعة فودافون، عدد لا يقل عن 1000 موقع. اجمالي الاتفاقيات كان 5.5 مليار جنيه فيما يخص الارباح، وكنا بنتكلم في توتال فاليو اوف 8 مليار جنيه فيما يخص التراسل، و اكثر من 200 مليون جنيه فيما يخص الربط مع مواقع المحطات. ويمكن ده يعني ارقام مهمه جدا لشركه مصريه للاتصالات، مهمه للبلد. ومش هتكون اخر اتفاقيه شراكه طويله الاجل، لكن احنا موجودين نقدر ان احنا نقدم كل الخدمات ديت لكافه المشغلين في مصر. وبعد كده الحمد لله نجحنا مع في مبادره التحول الرقمي وفي بورسعيد، وانهينا عدد 560 موقع ربط 560 موقع في زمن قياسي، انتهينا منهم الحمد لله وسلمناهم لمحافظة بورسعيد، وسلمنا 600,000 شريحة، وده أضاف 600,000 عميل مهم جدا لعملاء الشركة مصرية للاتصالات اللي بتنمو بسرعة كبيرة جدا الحمد لله في سوق عدد العملاء أصبح قد إيه؟ عدد العملاء احنا بنتكلم دلوقتي في أكثر من 4 مليون عميل. الحقيقة إن بس قد إيه منهم يعني لنقل عميل ولي لويال لوي، ولا بتلاقوا انه في جزء منهم عندهم شرايح من شركات اتصالات اخرى، وده طبعا ترند او اتجاه سائد في مصر؟ الحقيقه ان ولاء العميل لشركه مصريه للاتصالات بيبان في ان التحرك الرقم على مستوى الشهور هو تحرك ثابت وبينمو. الشرائح المتعددة ده اتجاه عالمي مش في مصر بس، وإن كان ده مهم جدا لأي عميل ان هو يكون عنده الخدمة من أكتر من مقدم خدمة، وان هو يقدر يقارن ما بينهم عشان يختار المقدم الأفضل. احنا في خلال سنة تشغيلية كنا وصلنا 3 مليون عميل، وخلال 3 أشهر الربع الأولاني من السنة ديت احنا وصلنا ل 4 مليون عميل، وما يمثل 4% من السوق، وده أرقام بالنسبة لأي مشغل رابع جديد بتبقى أرقام مميزة جدا، بتدل على إن ثقة العميل في الحقيقة في شركة مصرية للاتصالات. والحقيقة كمان إن مش بس احنا لازم نتكلم عن المحمول، دايما كنت بقول كده إن ناس كتيرة جدا كنا عاملين لقاء كبير مع المستثمرين المصريين، دعينا أكثر من 40 مستثمر مصري في اللقاء في الشركة ومقر شركة مصرية للاتصالات بالقاهرة الذكية، وقعدنا نتكلم معاهم نقول لهم السوق لازم يتبص عليه بنظرة أشمل وأوسع. السوق مش محمول، المحمول دلوقتي الحقيقه انه بقى جهاز وليس شبكه. انا اتاشد جدا لجهازي، انا مرتبط جدا بجهازي مش بشبكتي. ليه؟ لان على جهازي ده ممكن اشوف الواي فاي. صحيح. على جهازي ده ممكن اخد موبايل. على جهازي ده ممكن العب جيمز. على جهازي دوت ممكن اتواصل
تواصل بعيد عن الاتصالات بابلكيشن كتيره جدا موجوده. فهو جهازي هو الجهاز اللي في ايدي هو اللي بيوصلني. الحقيقه ان المصريه اتصالات اهتمت بالجهاز الاشمل والاعم اللي هو الخدمه المتكامله للعميل. انت في بيتك مش بس جهاز موبايلك، وتلفزيونك كمان. تأتشت جدا بتلفزيونك، بتبص دايما على التلفزيون ازاي تربط بقى كل خدمات اللي بتقدمها شركه مصريه اتصالات عشان تطلع خدمه متكامله. ففكرنا في تقديم الخدمات رباعيه الاتجاه ما بين الصوت الثابت والانترنت الثابت والاي بي تي في. واحنا دلوقتي في مراحل نهائيه من اطلاق خدمه الاي بي تي في لعملاء بتوعنا. عقدنا مع من مقدمي الخدمات التلفزيونيه والمحتوى التلفزيوني عشان نقدر ان احنا نقدمه للعميل بتاعنا، وده جزء من الالتفاف حواليه، جزء من احساسنا بان العميل محتاج ياخد خدمه متكامله ومش محتاج يروح لاكتر من واحد عشان ياخد اكتر من خدمه. فعميل الشركه مصريه اتصالات هياخد خدمات الصوت هو في البيت عنده، هياخد خدمات الموبايل وهو دي الخدمه الرابعه الموبايل. هو دلوقتي بقى عنده صوت ثابت، بقى عنده انترنت، بقى عنده محمول، وعنده اي بي تي في. كل ده موجود عنده في البيت، يقدر يدفعه ويقدر يدفعه بفاتوره واحده، يقدر يدفعه ب كاستمر كير واحد، يقدر يدفعه ببياع واحد. محتاجين ان العميل ما يجريش ورا الخدمه، محتاجين ان العميل نقدم له الخدمه بتاعته بصوره يمكن اكثر اختلافا. عشان كده احنا بنفخر ان احنا نقول ان احنا مش بس اول مشغل متكامل في مصر، لا، احنا الحقيقه احنا عندنا استراتيجيه ان احنا ما نكونش يعني بلغه توتال تيليكوم اوبريتور، احنا محتاجين نكون توتال اي سي تي بروفايدر. لازم نقدم له خدمات جديده مش بس خدمات اتصال. هذه الرؤية لا شك أنها ستغير بعض الشيء من الاستراتيجية الخاصة بالمصرية للاتصالات في السنوات المقبلة. ما أبرز ملامحها؟ احنا يمكن بنينا استراتيجيتنا في المرحله اللي فاتت على ان احنا نكون المشغل المتكامل، ان احنا نكون المعبر الرئيسي، ودي كانت هي البدايه. فدايما واحنا بنبص اي حد بيبني بيت، وده يمكن انا كنت اتكلمت برضو مع اكثر من في اكثر من لقاء على كده، ان انا لازم ابص على الروف وانا ببني الـ 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 القاعده. لازم نبص على قمة الهرم واحنا بنبني الاواعد بتاعة الهرم. قمة الهرم هي في الاخر العميل موجود في الحتة ديت، مستني الابليكيشن بتاعته، مستني المحتوى الرقمي بتاعه، ومستني الخدمات اللي هو محتاجها. فاحنا بدأنا ان احنا نبني قاعدة الهرم بالكل الاستراتيجية السابقة، ما بين توسع في مجال البنية التحتية، توسع في مجال جذب الكوابل لمصر عشان تبقى مصر معبر، اللي جاي ان احنا نخلي مصر نقطة ارتكاز، ان احنا نتوجه لافريقيا. يمكن سيادة الرئيس يرأس الاتحاد الافريقي في دورته الحالية، وده يمكن شجعنا ان احنا نفكر في افريقيا اكتر، شجعنا ان احنا نتوجه لافريقيا اكتر، وان احنا نحط استراتيجيتنا ترتكز على ان احنا نكون افريكان هاب، نكون نقطه الارتكاز الافريقيه اللي في مجال البيانات. ده على المستوى الخارجي. وعلى المستوى الداخلي ان احنا الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نتوجه مع نقطه الارتكاز ديت جوه مصر. لازم يبقى عندنا عشان تبقى نقطه ارتكاز مهمه وتشجع الناس ان هم يجوا، ويبقى في عندنا استثمارات في نقطة الجهاز ديت، كان لازم يكون عندنا شبكة داخلية قوية. فبدأنا نتوسع أكتر وأكتر في مجال الألياف الضوئية وربط المواقع الحيوية، وبدأنا إن احنا نتكلم مع مالكي المحتوى العالميين عشان يتواجدوا في مصر في نقطة الارتكاز ديت. فكان كان ده السلم الثالث في الهرم، إن هو إن يبقى عندنا مراكز بيانات موجود فيها عدد من مليك المحتوى، وبعد كده نبتدي كمان نعلى شويه ان احنا نحط في الكلاود سيرفيسز، ان احنا نقدم خدمات الحوكمه، الخدمات الحوسبه السحابيه. الترجمه بالعربي جيده جدا يعني. ويمكن بقى عايزين نوصل بقى للنقطه الاعلى في الهرم، وهي التطبيق، ان العميل يحصل على خدمته من خلال تطبيقات ايسر واسهل. ويمكن عشان كده احنا النهارده بنمضي شراكات في مجال التكنولوجيا المتطوره، وبنمضي شراكات في مجال ربط الكوابل، لكن قدام في برشلونه مضينا اتفاقيات في مجال
الحوسبة السحابية، وقدام شوية إن شاء الله الناس كلها هتشوفنا وإحنا بنوقع في مجال مراكز البيانات وجذب ملك المحتوى المصري. كل ده في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتغيير شكل الخدمات للعميل لتصبح خدمات رقمية متكاملة. وحضرتك بتتكلم عن الشبكة الخاصة بكابلات الألياف الضوئية والربط ما بين الدول. احنا موجودين في بكين بنحضر مبادرة الحزام والطريق، والحقيقة ان الطرق القديمة اصبح يحل محلها طرق حديثة، الربط المعلوماتي. ازاي بتشوف الصورة؟ يعني ازاي تقدر الاتصالات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احداث هذا الربط ما بين الدول، و يعني ان يؤدي الى انتعاش اقتصادي اكثر؟ الحقيقة يعني ده سؤال مهم جدا. دايما اي حد بيبني استراتيجيته على ان هو يوصل لهدف معين لازم يبقى بيبني الطريق اللي هو يوصل بيه الهدف ده. يمكن القيادة السياسية لما جت تفكر في ان هي تبتدي تطور من مصر، كان اول حاجه في الفكر ان هي تعمل عدد من الطرق الاستراتيجيه. الطرق الاستراتيجيه ديت هيتبني حواليها مدن استراتيجيه، هيتبني عليها خدمات تجاريه، خدمات صناعيه. ففي البدايه هو الطرق. الطرق دي احنا بالنسبه لنا في دنيا الاتصال هي الربط. فاحنا يمكن كبرنا الشبكه بتاعتنا، وسعنا الشبكه بتاعتنا، دخلنا في كل مبادره موجوده للربط ما بين المواقع، مش علشان احنا بنقدم خدمات الربط، لا، عشان احنا في الاخر خالص عاوزين نوصل للنقط، نربط كل النقط دي ببعض عشان تبقى الخدمه مبنيه على هذا الربط. استراتيجيا احنا محتاجين ان احنا نطور عندنا اكتر من محور للتطوير عشان اوصل في الاخر خالص للديجيتال ترانسفورميشن انيشيتيف اللي موجوده في مصر. الربط الداخلي زي ما قلنا احنا توسيع شبكتنا، الربط الخارجي وزي ما احنا اتكلمنا معنا عدد كبير من الكوابل، وان احنا كمان ضفنا كابل جديد النهارده، وان احنا بنفكر في الداتا سنتر وانشاء الداتا سنتر عشان الكوابل دي تبقى موجوده فيها، وهنجيب ملك المحتوى. العالم كله بيتجه دلوقتي للاستعداد لانترنت الاشياء. العميل مش هيكون بس العميل المستخدم النهائي، العميل بالنسبه لنا هيبقى عميل الشركات والمؤسسات، بالنسبه لنا عميل حكومي، العميل في الاخر الخدمه كلها هتلتف حول عدد العملاء دول. عشان كده هو قمه الهرم زي ما انا قلت في الاول هي التطبيق. قمه الهرم اللي احنا هنشوفها هي تدرجت من الربط البيني في القاعده الى ربط الشبكات في السلم الثاني، الى تقديم خدمات مراكز البيانات في الدرجه الثالثه، الى تقديم خدمات الحوسبه السحابيه في الدرجه الرابعه، وبعدين يوصل في الاخر للابلكيشن وتطبيقات للعميل عشان نشوف عميل واقف من فوق كده شايف المستقبل. أنا بشكر حضرتك جدا المهندس عادل الحامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وبالتأكيد بنتمنى لكم التوفيق في كل المشروعات اللي بتخططوا لها في الفترة اللي جاية. متشكر ليكي جدا، وأتمنى إن دور الإعلام برضو معانا يكون هو إظهار الوجه الحقيقي للخدمات المقدمة للعميل، وإحنا إن شاء الله نكون هاند إن هاند، وسبق الصحفي إن شاء الله يكون عندك. ونتائج الأعمال. ونتائج الأعمال. إن شاء الله. أنا بشكرك مرة ثانية. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا اللقاء، وكل المعلومات التي طرحها المهندس عادل حامد بخصوص قطاع الاتصالات في مصر. شكرا جزيلا لكم.